بعد كده خرجوا في النهاية. معانا مع التليفون على التليفون أحمد عادل، أحد متحد محمد أحمد عادل. ازيك أحمد؟ الو، السلام عليكم. ازيك يا كابتن خالد؟ ازيك أبو حميد؟ ازيك حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضل يا أحمد، احكي لنا القصة، ايه اللي حصل؟ الموضوع كله ان احنا من يومين نزلنا على صفحة الرسمية للمجموعة تجمع لماتش الاتحاد والزمالك في الباسكت. تمام، وحضرتك عارف ان احنا كنا هنحضر ماتش الديربي، صحيح. بس حصل مشاكل ووزير الشباب اجل المباراة فما قدرناش نحضر. فاحنا قلنا خلاص مش مشكلة، هنحضر مباراة النهاردة. وعملنا تجمع وكتبنا على الصفحة الرسمية ودعينا كل جماهير الزمالك تمام. ودعينا كل الناس من كل حتة تيجي، وحتى اتكلمنا مسؤولين السلة ومسؤولين اللعبة يعني، واكدوا لنا المباراة بجمهور ومفيش اي لو مشكلة. كلمته الاستاذ مجدي ابو الفريخه من الاخر، رئيس اتحاد تمام. السله. وقال لنا مفيش مشكلة وحضور الجماهير ما فيهوش مشكلة. يعني كاتحاد سله هو مش ممانع، يعني ما لا، فيش. مش ممانع خالص. تمام. والنهارده المفروض التجمع كان الساعة 5 قبل الماتش، الساعة 5 الا ربع بالظبط الشباب بتوعنا واقفين بيغنوا قدام بوابة عمرو حسين ومستعدين ان احنا نخش المباراة. لقينا مدرعات ورشاشات وضرب وبوكسات والناس بيتقبض عليها وعنف مفرط وحاجات بصراحة يعني ما اقدرش احكيها. مش ما فهمناش ليه يعني، احنا ما فهمناش ايه اللي بيحصل. احنا واقفين بنغني للزمالك وبنغني لفرقتنا وبنستعد ان احنا نخش، لقينا كل الكلام ده بيحصل في محيط النادي. الناس كلها متفرقه، اي حد لابس تيشيرت الزمالك او تيشيرت ابيض بيتقبض عليه، الناس اللي بيتقبض عليها بتتهان وبتتعامل معامله فظيعه جدا. ما فهمناش ايه اللي بيحصل. ده وجابوا هليكوبتر وجابوا حاجات يعني. احنا بس عايزين نسال كابتن خالد، هو هل تهمه زملكاوي ادرجت يعني بقت خلاص بقى في تهمه اسمها زملكاوي او بقى في تهمه ان انت تبقى شاب يعني؟ احنا ما فهمناش النهارده الموضوع يعني. ايه سبب التعنت ده؟ وايه سبب العنف المفرط ده؟ وايه سبب الغل ده؟ يعني حضرتك لو طب احنا احمد، يعني هل بتوع الامن قالوا لكم هتخشوا وبعد كده قالوا لكم ما تخشوش؟ يعني لا، احنا ما حدش اتكلم معانا اصلا. احنا التجمع 5، جينا 5 الا ربع بنغني اول 15 دقايق بنغني بس بنستعد طب هسأل وبنحمس الناس. سؤال. انا كان الاستاذ احمد مرتضى دخل معايا على التليفون وقال، قلت له انت هتسمح للوايت ناس؟ قال لي ما فيش حاجه اسمها وايت ناس، هسمح لاي جمهور اسمه جمهور الزمالك، فاي حد عايز يحضر الماتش يتفضل. فاوريدي الزمالك، هل هو موافق ولا الزمالك هو اللي مانع؟ احنا لا، اكيد الزمالك اداره مجلس اداره الزمالك مش موافق، لان احنا حتى بعد مكالمه لما محمد اشرف اتكلم من عندنا واتكلم احمد مرتضى وقالوا الحضور عادي، احنا ساعتها برضو الماتش اتلغى. فكده كده الكلام ايوه، ده بس وزير الشباب ساعتها هو اللي لغاه. ما هو لو زي ما حضرتك بتتكلم، احنا واحنا كان عندنا حسن نيه كان المفروض النهارده مجلس اداره الزمالك كان هو اللي ما عملش المشكله. لا، ده هو مجلس اداره الزمالك هو اللي مبلغ الامن وهو اللي عامل المشكله دي كلها وهو اللي معادينا اصلا يعني. احنا يعني النهارده يعني مش قادر احكي لحضرتك ايه اللي حصل. وحضرتك ال 25 طب عايز اسال سؤال بس، اتقبض على كام واحد؟ اتقبض على 25 واحد وحضرتك بتقول كشفوا عليهم. لا، حضرتك لو شفت ال 25 واحد اللي خرجوا دول اتكهربوا وتعذبوا واتبهدلوا وحصل فيهم افظع يعني افظع الحاجات، وتقريبا هو عشان الضغط بس والحاجات اللي حصلت دي الناس مشيت. بس حضرتك ما تعرفش الناس اللي اتقبض عليها دي اتعمل فيها ايه يعني. احنا بس يعني احنا مش فاهمين. هو طب احمد عادل، معلش انا هقول لحضرتك حاجه، معلش هقول لحضرتك حاجه. فضل. احنا وصلنا لدرجه بنطرح تساؤلات مش لاقيين لها اجابه يعني. احنا هل احنا يعني البلد مش عايزانا او البلد رافضه وجودنا؟ مش كالترس حتى كشباب او كجمهور زمالك او كبني ادمين، هل البلد خلاص بقت بترفض اي حد بيغني يعني؟ احنا ايه المفروض، ايه الرايه اللي نرفعها اكتر من كده؟ احنا طب عايز اقول لك حاجه، كلهم خرجوا عادي احمد؟ كلهم خرجوا؟ كلهم خرجوا. كلهم خرجوا، كلهم ما فيش خرجوا. حد مقبوض عليه دلوقتي يعني؟ لا، كلهم خرجوا. فبقول لحضرتك احنا رافعين رايه الانتماء والغنى والتضحيه يعني. البلد عايزانا نرفع رايه ايه بس يعني؟ احنا مش فاهمين. بنقول احنا بنشجع نادينا واحنا بنقف جنب نادينا واحنا بنحب الكوره، بنتعامل المعامله دي ليه يعني؟ يعني هل اخطانا في ايه او ايه تهمتنا؟ احمد انتوا رحتوا ماتش، حد منكم راح ماتش السنغال؟ ماتش السنغال؟ المجموعه ما راحتش بصفه رسميه، بس في ناس كده كده بتروح ماتشات مصر عادي. كان من الاهلي والزمالك اعتقد، سمعنا اغاني كده. هو كله الناس بتروح عادي، مش من غير من غير صفه رسميه يعني. تمام. ايوه يعني حضرتك، انا بس عايز اقول لحضرتك يعني احنا برضو مصريين يعني، بس هو تمام الموضوع ما بالنسبه لنا هو مش مفهوم. فاحنا بس يعني من برنامج حضرتك بنوجه التساؤل ده للشعب كله يعني، مصر كلها. مصر عايزه ايه من الشباب؟ بس عايزه ايه من الالتراس؟ عايزه ايه من جمهور الزمالك؟ احنا مش فاهمين لغايه دلوقتي. تمام، اشكرك احمد عادل، يعني متحدث الوايت نايتس.